السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة. حلقتنا النهاردة هتكون عن المطبخ التركي. المطبخ التركي بيتميز ان هو مطبخ صحي جدا، في تنوع كبير حتى في تركيا نفسها، يعني كل منطقة بيبقى لها يعني ايه نقول شكل خاص كده في الأكل. في مناطق زي اسطنبول وبورصة بيهتموا بالبهارات والخضار الكتير في الأكل، ومناطق تانية بتبقى المطبخ الأوروبي، يعني بتبقى واخدة كتير من المطبخ الأوروبي، ومناطق بتبقى واخدة كتير من المطبخ العربي. أشهر المأكولات عندهم الكباب بأنواعه، كباب اسكندر، كباب دونر. الحلويات بتاعتهم بتمتاز ان هي فيها كمية كبيرة جدا من الفستق، طبعا البقلاوة بقى والكنافة والقطايف دي مشهورين بيها جدا. تعالوا بينا بقى نشوف وصفاتنا النهاردة هتكون عبارة عن ايه. هنعمل النهاردة كباب اسكندر، هنعمل كمان بوريك بالجبنة، وهنعمل كيكة بالكراميل. تعالوا بينا بقى نشوف وصفاتنا النهاردة، وأول وصفاتنا هتكون الكباب. كباب اسكندر نقول مقاديره وبعدين نشوف الطريقة. عندنا نص كيلو من اللحمة الفيليه اللي هي شرايح البفتيك، هنقطعها شرايح رفيعة زي الشاورما زي ما باينة قدامنا كده. عندي معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معلقتين أو طماطمتين متقشرين ومفرومين، خمس ترغيفة من العيش الشامي، هنقطعهم مثلثات وندهنهم بسمنة ونحمرهم في الفرن ياخدوا لون ذهبي فاتح. عندي أربع علب من الزبادي، معلقة كبيرة من الصلصة، معلقتين كبار من السمنة، معلقة صغيرة من الشطة، معلقة صغيرة من البهارات السبعة، وملح وفلفل أسود. دي مقاديرنا النهاردة لكباب الإسكندر، وهنقدمه طبعا معاه بقى بقدونس ولوز محمر. يلا بينا نبدأ أول وصفاتنا ونشوف هنعملها ازاي. زي ما اتفقنا هنجيب لحمة الفيليه وهنقطعها ترانشات رفيعة أو شرايح رفيعة كده زي الشاورما بالظبط، ده طبعا علشان يسهل معانا التسوية ويسرعها وما تاخدش معانا وقت خالص. تمام، يلا بينا بقى هناخد السمنة وهناخد اللحمة. ونحط طاسة على النار تسخن كويس جدا، تمام، ونحط فيها السمنة، معلقتين كده من السمنة، ولازم نسيبها تسخن كويس قوي. ومعانا الطماطم قلنا متقشرة ومتقطعة. متقشرة ازاي؟ برضو هنعيد تاني، قلنا قبل كده ونقول مرة كمان، الطماطم لو عايزة تقشري القشرة اللي بره بتجيبيها تمسكي الطماطماية وتقطعي فيها، تعملي فيها علامة اكس كده او علامة في بالسكينة من ظهرها من تحت، وبعدين تكوني غالية مية وتنزلي فيها الطماطم لمدة 5 دقايق بس، تطلعيها في مية ساقعة او مية باردة من الحنفية، وبعدين تقشريها تلاقي القشره بتطلع معاكي بكل سهوله. وبعدين نقطعها حتت صغيره بالشكل ده وتبقى جاهزه معانا. ومعانا كمان معلقه من الصلصه، تمام، نخليهم جنبنا وهنستنى السمنه بتاعتنا تسخن كويس قوي قوي. وزي ما اتفقنا اللحمه بتاعتنا متقطعه شرايح رفيعه جدا علشان ما تاخدش معانا وقت في التسويه، ولازم نسخن السمنه كويس قوي علشان اول ما شرايح اللحمه تنزل في السمنه على طول تتقفل المسام بتاعتها وتستوي اوام، مش هتاخد مننا اي وقت خالص. تمام، يلا بينا سخنت السمنه كويس، يلا نحط قطع اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم، لازم نسمع فش دي ضروري، ونفرد كمية اللحمة في الطاسة ونحاول ما نقلبهاش كتير. ليه؟ علشان ما تنزلش ميتها، تمام، وتفضل قطع اللحمة محتفظة بالسوائل بتاعتها جواها وتبقى طرية وطعمها حلو جدا. تمام، مش هحاول اقلبها كتير، كل فترة كده اروح قلبها جايبة اللي تحت فوق واللي فوق تحت علشان كله ياخد نفس اللون. كده شايفين، نقلب بقى وهي بتتشوح كده. تعالوا بينا نحط البهارات بتاعتنا
عندي شطة والبهارات هضيفها. بسم الله الرحمن الرحيم. وكمان فلفل اسود، وهأجل الملح شوية لغاية ما اللحمة كلها تاخد اللون، وبعدين نضيف الملح. الشطه هنا اختياري، حابه تضيفيها تمام، مش حابه تضيفيها لو حد ما بيحبهاش ممكن تلغيها من الوصفه، مفيش مشكله. اهم حاجه النار عندي عاليه تمام، والماده الدهنيه سخنت كويس معانا في البدايه قبل ما نحط شرايح اللحمه بتاعتنا. تمام كده، تعالوا نعمل بقى الزبادي اللي هيتقدم، او صوص الزبادي اللي هيتقدم مع اللحمة. عندي هنا 4 علب من الزبادي، هجيب بولة اكبر شوية عشان نعرف نقلب فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. احط معاها التوم، توم يكون مفروم ناعم، ونحط شوية ملح وفلفل. يلا بينا نقلب الزبادي كويس. تمام كده، هنقلب الصوص كويس جدا لغاية ما يبقى كريمي معانا بالشكل ده. تمام اهو كده، خلطنا الزبادي 4 علب من الزبادي مع الملح والفلفل والثوم المفروم، قلبناهم كويس جدا. وتعالوا نبص على شرايح اللحمة بتاعتنا ايه الاخبار. تمام، بتتشوح اهي مع البهارات بتاعتنا اللي هي كانت ايه، شطة وبهارات 7 وفلفل اسود، وهنسيبها على النار لغاية ما كلها تستوي وتبقى تمام التمام قبل ما نرفعها من الطاسة. وعلى بال ما تاخد اللون اللي احنا عايزينه وتشرب اي سوائل هي نزلتها، تعالوا بينا بقى نطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول. اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم. رجعنا لكم تاني بعد ما اللحمة بقت تمام التمام، شربت كل اي سوائل نزلتها شربتها وبقت معانا باللون الجميل ده. يلا بقى هنطلعها من الطاسة تمام، نحطها في طبق. كده، ومكان ما عملنا اللحمة علشان ناخد بقى الطعم الجميل بتاعها، هنبدأ نحط معلقة الصلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، لسه في قطعه لحمه نطلعها كده، وبعدين نحط الطماطم بتاعتنا اللي احنا اتفقنا ان هي متقشره وبعدين متقطعه قطع صغيره جدا زي الفل. عشان بقى دول يتسبكوا مع بعض كويس جدا هنحط شويه ميه. ومعانا الحاجة فاطمة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبة قلبي أنت عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله في نعمة والله. امبارح ما عرفتش أتصل بيكي وكنت في فرنسا والطيارة اتأخرت عطلت. علي. عطلت. ما وصلت النهاردة يا حبيبتي بقى. لا الحمد لله على السلامة يا حاجة فاطمة والله. وحشتينا. ربنا يبارك فيكي. الله يخليك. وأنت عندك نسبة مشاهدة ما شاء الله، الله أكبر. ربنا يعزك والله. تسلمي لي يا رب. ربنا يحميكي وتستاهلي يا حبيبتي. الله يخليك. وبرضه بعيد الكلمة وبكررها للحاج اللي قال لك عايزة أنا لوحدي.
انت على احترامك واخلاقك وذوقك. وبشكر رؤية اللي ردت عليا ميرسي يا وقلت لها الحمد حبيبتي. لله انا سمعت صوتك. بالسلامه يا رؤية والف سلامه عليكي تسلمي يا وسلامي روح. لكل كاست القناه وكل الموجودين في القناه والجنود المجهوله اللي افضل اقولها على طول التعبانين اللي واقفين وراكي. وانت تستاهلي كل خير والله. وعايزه ابارك لمحمد حامد مقدما واقول له تستاهلها يا محمد وعقبالك يا شيف فاطمه. ميرسي يا رب ان شاء الله. ميرسي يا حاجه فاطمه والله كلك ذوق وما شاء الله عليكي، يعني كل اللي هنا بيسلموا عليكي. تسلمي لنا كلنا يا رب. طيب انا بعد ما شلت اللحمه، فاكرين احنا ما حطيناش ملح على اللحمه، احنا حطينا بس التوابل، حمرناها كويس، رفعناها من الطاسه، حطينا مكانها معلقه من الصلصه، وبعدين طماطم متقشره ومتقطعه مكعبات صغيره. هبدا احط الملح دلوقتي واسيب الطماطم بتاعتي بقى تتسبك شويه، تمام، مع شويه الميه اللي احنا حطيناهم. تمام، احط لها كمان شويه ميه ونخليها بقى ايه تتسبك كويس قوي مع بعضها عشان نرجع لها تاني اللحمه، ونسيبهم بقى كلهم مع بعض شويه. تمام، على بال ما الطماطم تتسبك شويه وارجع احط فيها اللحمه عشان تكمل تسويتها. وعملنا كمان الصلصه بتاعت الزبادي اللي هي عباره عن 4 كوبايات من الزبادي، حطينا لهم ملح وفلفل وكمان معلقه كبيره من الثوم المفروم او المهروس ناعم. كده جاهز معانا. تعالوا معانا بقى نجهز الوصفه الثانيه على ما الطماطم تتسبك شويه. وصفتنا الثانيه هتكون بوريك تركي بالجبنه. تعالوا نقول المقادير، هنعمله النهارده بالجلاش. طريقته سهله جدا، مش هياخد منك وقت خالص، لذيذ جدا تقدمي في الفطار او العشاء، مش هياخد منك وقت خالص. تعالوا بينا نقول المقادير. عندي لفه من الجلاش، ربع كيلو من الجبنه العكاوي المبشوره، تقدري تستخدمي اي نوع، تمام، بس لو هتاخدي موتزاريلا يا ريت تحطي معاها نوع جبنه تاني يكون فيه طعم، مثلا زي الجبنه الرومي او الشيدر وكده، بحيث ان هي تديها شويه من الطعم. احنا عارفين كلنا ان الموتزاريلا يعتبر ملهاش طعم، ما فيهاش اي ملوحه. عندي نص كوبايه من البقدونس المفروم، علبه قشطه، عندي كمان نص كوبايه زبده سايحه، عندي معلقتين كبار من حبة البركة، ده للوش. تمام، مقادير سهلة وبسيطة، وتعالوا بينا بقى ايه نشتغل على طول. بداية كده هنجيب بولة. تمام، واحط القشطة بتاعتي، واحط معاها كمان الزبدة زي ما اتفقنا، يا ريت الزبدة تبقى سايحة. اضربهم مع بعض. الخليط ده بقى الايه، الخليط ده علشان ادهن بيه الجلاش بتاعي. طيب ميزته ايه؟ احنا بندهن على طول بزبده، حته القشطه اللي اتحطت دي مع الزبده هتخلي البوريك بتاعي طري، مش هيبقى الجلاش طالع معانا ناشف، كانك عامله فطير بالظبط، هيبقى لذيذ جدا. تعالوا بينا بقى نفتح الجلاش بتاعنا ونبدا نشتغل فيه. ومعانا ام اسلام، اهلا وسهلا. الو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا اهلا، ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، يا رب دايما بخير. منوره الدنيا كلها حبيبتي، منوره بيكوا انتوا والله. ربنا يخليكي، تسلمي لي يا روحي. امين يا رب. يا حبيبتي تسلمي لي يا روح قلبي انت والله. انت عارفه الاغنيه اللي بتقول لك مين ما يحبش فاطمه؟ عارفه. الناس كلها بتحبك والله حبيبتي والله. تسلمي لي، ربنا يعزك والله العظيم، يحسن ما بين ايدك يا وإياك رب. واياكي يا روح قلبي والله، واياكي كلها جميله وناجحه، ربنا يبارك لك. ربنا يعزك يا قلبي والله، كلك ذوق. يا حبيبتي ليا سؤال عندك بس. اتفضلي حبيبه قلبي. خليط الجلاش، بصي انا كتير الاقي على اليوتيوب موضوع الجلاش ده عامل زي الفطير او البيتزا الشرقي. في بيحطوا زبده معاها زبادي. تمام، هل هتبقى زبادي ولا قشطه بلدي احسن؟ الاحسن طبعا القشطه. هل هي هتورق فعلا زي الفطير؟ هتورق ولا لا؟ لا هتورق، بس هتورق. حط لها حط زبده ومعاها طيب شويه احط قشطه. عليها زبادي على الزبده زبادي؟ لا حطي قشطه. قشطه بلدي عادي مش عيلة. اي قشطه بلدي معلبه مفيش مشكله خالص، اللي متوفر عندك واللي تقدري توفريه. الصوت هو الصوت بعيد عني خالص. الو، الصوت بعيد جدا. الو، ايوه اتفضلي.
ايوه حبيبتي، بقول لك ممكن ازاي يتحط معاها شويه كربونات ولا لا؟ شويه بيكنج باودر ممكن تحطي، بس ما اعتقدش ان هو له لازمه يعني قوي. تمام، مش مشكله يعني. اه بالظبط كده، خلاص ماشي. لا هجربها ان شاء الله وهقول لك على النتيجه. خلاص يلا على البركه ان شاء الله. شكرا ليك. نورتيني يا روحي. تعالوا بينا، انا عملت اول واحده، نشرح تاني احنا عملنا ايه. بس احط الاول في الصاج اللي هنخبز فيه شويه زيت صغيرين ونوزعهم في الصاج كله. تمام، ودي واحده من البوريك. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه. الجلاش بتاعي كله محطوط على بعضه زي ما انتم شايفين كده، وادي خلطه الزبده مع القشطه. تمام كده، وهاتني ورقتين مع بعض عشان تبقى محمله شويه، عشان اخد ورقه ورقه. لا ورقتين كده اهم، واروح تانيهم نصين، واروح دهنه تاني. تمام جدا. وبعد كده هنعمل ايه؟ بصوا هنكرمشها كده، يعني ندخلها كده على بعضها بالشكل ده. تمام، واروح لفاها حوالين بعضها ولفاها بالشكل ده، واحط دي من تحت بحيث ان انا لما احط الحشوه تبقى دي مقفوله، ما تنزلش الجبنه على الصاج فتلزق وتبقى ما تطلعش معايا وتبقى مش حلوه. تمام، يبقى من تحت كده مقفوله بالجلاش. تمام، والرص في الصاج، نجيب دي الناحيه دي عشان تبان معانا. يلا تاني، نوزع كده. ليه حطينا زي ما قلنا قشطه مع زبده؟ دي هتطريها لي شويه وتخليها طالعه معايا كده عامل زي الفطير، مش هيطلع معايا ناشف لو زبده بس او سمنه بس، فهتخلي الجلاش معايا او البوريك يطلع معايا ناشف، وانا مش عايزه كده. انا عايزاه يبقى ايه، فيه طراوه ومورق في نفس الوقت. تعالوا بينا بقى نحط برضو ورقتين، ناخدهم مع بعض كده. بسم الله، يلا. بعد ما طبقنا ورقتين ندهن تاني. ومعانا يحيى، ازيك يا يحيى؟ ونلف كده، بصوا كده 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 كده. ازيك يا يحيى، عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي، اخبارك؟ انا بحبك قوي تيتا، بتحبك قوي. تسلم لي انت وتيتا يا يحيى والله. انت بتعملي اكله حلوه قوي. ميرسي يا حبيبي، كلك ذوق. ليك اي سؤال يا يحيى؟ انا عاوز اعرف الطريقه للكب كيك. عينينا الاثنين، الاسبوع ده هنعمل مع بعض كب كيك حلو قوي قوي ان شاء الله. اتفرج كده، انا مش عارفه هيبقى انهي يوم تحديدا، بس ان شاء الله هنعمل الاسبوع ده. نورتني يا يحيى. اظن الطريقه سهله جدا جدا زي ما شفنا، كل ورقتين كده مع بعض وندهن تاني. وبعد ما ندهن تمام بنكرمشها كده على بعضها كده بالشكل ده بشكل عشوائي. تمام، ونروح لفينها حوالين نفسها، وبعدين نعملها دايرة برضو، ونجيب الطرف ده كده ونقفل بيه من تحت بحيث ان انا احط الحشوة بتاعتي ما تتحطش على الهواء وما تتحطش على الفاضي فتنزل تلزق في الصينية بتاعتي بتاعت التسوية. تمام، لازم الحتة دي تكون متغطية. طب هنحشي بايه؟ عندي زي ما قلنا جبنة عكاوي وبقدونس. تمام، تقدري تحشي فراخ، تقدري تحشي لحمة، اي حاجة مفيش مشكلة خالص اللي متوفر عندك. احنا هنا دي اتسبكت ومعانا رحمة. ازيك يا رحمة؟ ازاي حضرتك يا شيف؟ اهلا اهلا، ازيك عاملة ايه؟ اهلا بيك، الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله الحمد لله يا حبيبة قلبي. اتفضلي، ليكي اي سؤال؟ لا انا بتصل اسلم عليكي بس. نورتيني يا قلبي والله، كلك ذوق يا رحمة. شكرا. ميرسي يا روحي. خدنا بالنا، خلاص طماطم مع الصلصه اتسبكت، واحنا حاطين كمان الملح وكل حاجه. تمام، هنزل بقى اللحم بتاعتي المتحمره تغلي بس غلوتين مع صوص الطماطم علشان اتاكد ان اللحمه بتاعتي خلاص استوت. نزل بقى كل السوائل اللي نزلت دي عشان دي طعم اللحمه تنزل في الصوص. تمام، ومعانا ايمان. اهلا ايمان، ازيك؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك منوره الشاشه. ميرسي يا روحي، ده نوركم انتوا والله. انا سعيده جدا، اول مره اتصل ويردوا عليا. بجد؟ ده الشرف لينا والسعاده لينا احنا.
الله يخليك، ده شرف ليا والله، يا ربنا يبارك لكم كلكم بصراحه. تسلمي لي يا روح. يعني كل حاجه جميله بتعمليها حضرتك والله، ربنا يخليكي يا قلبي. تسلمي ايديكي على اي حاجه بتعمليها. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي وتعيشي بجد كلك ذوق. الله يخليكي، انا يعني اكني لقيت يعني كنز والله ان يا روح والله كلك ذوق. ربنا يبارك لك يا رب. تسلمي لي يا قلبي، دايما بخير وسعاده يا رب. امين يا رب واياكي. الله يخليك. انا يعني كنت عايز اعرف بس في حاجات كده اللي بتعملوها، يعني حاجات بتشتروها اللي بتعمل فيها الاكل مثلا، حاجه تكون كويسه ونظيفه يعني، تجيب منين؟ طيب حاضر، طبعا مش هقدر اقول دلوقتي بس ان شاء الله يعني ايه، سيبي تليفونك وانا هجاوبك بعد الهوا ان شاء الله. تمام، نورتيني يا قلبي، نورتيني بجد واسعدتيني بكلامك الحلو. خدنا بالنا، حشينا بجبنه زي ما قلنا، لو جبنه عكاوي هي بقى ملحها تمام، هنحط عليها شويه بقدونس ونحشي. اما لو جبنه موتزاريلا حطي معاها نوع جبنه تاني يكون فيه طعم زي جبنه الرومي وجبنه الشيدر علشان تدينا طعم حلو، معاها شويه بقدونس وحشي. مش عايز تحشي جبنه، تقدري تحشي اي نوع لحوم او فراخ، اي حاجه، اهم حاجه الحشوه تكون مستويه وتحطي معاها شويه جبن علشان تمسك لك الحشوه مع بعض. تمام كده، ادي البوريك بتاعنا شغالين فيه، واللحمه بتاعتي كمان بتستوي مع صلصه الطماطم اللي احنا عملناها. هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع بقى نقدم كباب اسكندر اللي احنا عملناه، ونشوف البوريك كمان علشان نحطه في الفرن. او هتروحوا في اي حته مستنياكم. رجعنا لكم تاني بعد ما عملنا البوريك بالجبنه، تعالوا نشوفه مع بعض في الفرن. انا دخلته عشان الوقت بتاعنا عشان ينجز بسرعه ويستوي اوام. بصوا، بعد ما خلصنا دهنا الوش بتاعه بالزبده وحطينا كمان رشه من حبه البركه، اهو باين معانا اهو. تمام، وهندخله بقى الفرن على درجه حراره 180 او 200 لغايه ما ياخد لون ذهبي من فوق ومن تحت، والجبنه تسيح ويطلع معاكي زي الفل. شكله جميل جدا، ان شاء الله كمان نتيجته هايله، ما خدش مننا 10 دقائق وكان معمول. تعالوا بينا بقى نقدم كباب اسكندر اللي احنا عملناه. ده العيش متقطع مثلثات، تمام، عيش شامي. بتاخديه تحطي عليه، تدهني العيش كده بالسمنه وتقطعيها مثلثات بالشكل ده وتدخليه الفرن لغايه ما ياخد معاكي لون ذهبي وجميل. هتطلعيه ترصيه كده في الطبق بتاع التقديم، تمام كده زي الفل. فاكرين بقى كنا عملنا صوص الزبادي بالثوم والملح والفلفل؟ هبدا انزله فوق العيش. بسم الله الرحمن الرحيم، بنوزع كده صوص الزبادي. الاكله دي قايم عليها مطاعم كامله في تركيا، يعني من الاكلات الشهيره عندهم، وتقوم مطعم بحاله يعني متخصص بس في كباب اسكندر. تمام جدا، حطينا كل الصوص، العيش لوحده مع الصوص بيبقى حكايه. هناخد كمان اللحمه بتاعتنا اللي بصوا اتسبكت خالص اهي مع الطماطم والصلصة طبعا والملح والفلفل وكمان البهارات وشطة حطينا كمان. وهنبدأ بقى، بصوا حاجة كده بجد في منتهى الجمال. عايزين نجيب معلقة غير دي ننزل بيها، دي صغيرة شوية. تمام تمام، صح. اللحمة تحفة جدا، عايزاكم تجربوا الطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله. تمام كده خلصنا الصوص ده، كمان تقدري تحطيه بقى في صوصيرة وتتقدم جنبه اهو، هايل جدا. تمام، ومعانا ساميه. ازيك يا ساميه؟
يا مدام فاطمه، اهلا أنا اهلا، بحييكي وبشكرك على كل حاجه بصراحه بتقدمها لنا والمجهود بتاعك ده. ربنا يكرمك يا روح يعني قلبي، بتعملي حاجات كتير عشاننا يعني. ربنا يخليكي ليا يا رب، ميرسي لذوقك. ربنا يخليك انت يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي يا حبيبتي. انا عندي سؤال سريع كده. اتفضلي. مش عايزه اعطل حضرتك. لا لا، ده انت منوراني، اتفضلي قولي اللي انت عايزاه كله. ربنا يخليكي يا مدام فاطمه. الله يخليكي. حضرتك كنت نزلت عملت لنا رغوه الكابتشينو. طبعا هي حلوه بس انا عايزه انفذها. طبعا المقادير قدامي وكل حاجه تمام، بس انا يعني بفكر ان انا ما باخدش حاجه بسكر. طب هل ينفع ان احنا نعملها من غير سكر؟ لا مش هترغي معاكي بالشكل ده، سيبيلي يومين هجربها لك بالسكر الدايت. بتاخدي سكر دايت ولا لا؟ ممكن. طيب ممكن. طيب عشان انا بس يعني ما يعني ايه يعني من غير سكر خالص؟ لا هو السكر اللي بيساعد ان هي تدي الفوليوم والرغوه اللي بتبقى موجوده الفوم ده. لو طيب. عايزه اجرب لك واقول لك تنفع بسكر الدايت ولا لا، اديني يومين اتنين هجربها لك في البيت واجي اقول لك هنا على الهوا. طيب يا حبيبتي انا مستي خالص خالص. عينيا ليكي. شكرا جدا يا مدام فاطمه على جميل يا روحي بصراحه يعني. ربنا يعزك يا ربنا يديكي الصحه يا رب. خليكي ليا يا رب. ويخليكي تابعيني بقى ان شاء الله بكره بعده بالكتير هاجي اقول لك النتيجه على طول. طيب نورتيني يا مدام سامي. بصوا بقى، كباب اسكندر ولا كلمه، تحفه تحفه تحفه. وعنينا كل شويه على البوريك علشان ما ننساهوش، شغال تمام زي الفل. يلا بينا بقى نعمل اخر وصفه معانا وهتكون ايه؟ الكيك. هنعمل كيك بالكراميل، تحفه جدا وطريقته سهله خالص. ما جبتوليش بوله صغيره، نستعمل الكبيره. عندنا نقول مقاديرنا بقى علشان نشتغل على طول. مقاديرنا هتكون للكيك عباره عن ايه؟ كوبايه ونص من الدقيق، والدقيق بتاع الكيك دقيق متعدد الاستخدام ويكون منخول مرتين ثلاثه علشان يدينا نتيجه كويسه. 5 بيضات بدرجه حراره المطبخ، كوبايه من السكر، ربع كوبايه من الزبدة، ربع كوباية من الزيت، معلقة كبيرة من الفانيليا، معلقة صغيرة ونص من البيكنج باودر، رشة ملح تمام. وهنشرب الكيكة علشان تبقى سوفت كده ورطبة خالص كده، هنسقيها بإيه؟ 3 كوبايات لبن دافي عليهم 2 باكت كريم كراميل تمام. ده الخليط اللي هنسقي بيه الكيك. طيب الوش بتاع الكيك بقى هنحط عليه ايه؟ هنحط عليه صوص توفي. تعالوا نقول مقاديره، واحنا عملناه قبل كده مع بعض، هقول لكم مقاديره وهقول لكم كمان بيتعمل ازاي واحنا شغالين. المقادير هتكون عباره عن كوبايه ونص من السكر تمام، هنحط عليهم ربع كوبايه ميه ونحطهم على النار، وما نقلبش بمعلقه خالص، هنقلب بالطاسه او بالكسروله بايدينا كده لغايه ما السكر يدوب مع الميه ويتكرمل ويديني اللون الكراميل. اول ما اخد لون الكراميل هرفع السكر من على النار واضيف 2 علبة من القشطه تمام، واقلب شويه وبعدين ارجع على نار هاديه بقى وافضل اقلب لغايه ما القوام يبقى كله كريمي وكله يمتزج مع بعضه. اخر حاجه هروح ضايفه معلقه كبيره من الزبده، يا ريت زبده نيوزلندي تمام، وهتاخدي احلى صوص كراميل في الدنيا، تقيل وحلوه تسيبيه يبرد بقى وتبتدي تحطيه على وش الكيك. وتعالوا بينا بقى بسرعه علشان نشتغل في الكيكه بتاعتنا تمام. انا بس محتاجه اسيح الزبده دي شويه، انا ممكن نحطها في الفرن لو سخن. ونبص على شغال وتمام، البوريك شكله تحفه. تعالوا بينا بقى يلا نشتغل. هنحط البيض بتاعنا، بس فكروني بالزبده اللي في الفرن عشان ما تبصش. ادي البيض وادي السكر، 5 بيضات، كوبايه سكر، معلقه كبيره فانيليا. وتعالوا بينا بقى ايه نخلط كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم.
الكيكة دي من الكيكات اللي لازم تخفقي فيها البيض والسكر كويس جدا جدا، كل ما ضربتيهم مع بعض اكتر هم دول اللي هيخلوا الكيك معاكي يعلى ويبقى هش اكتر. تمام، عايزة اشوف الزبدة بالظبط كده علشان ما ننساهاش. يلا بينا. نخم شوية، نشيل بايدين على طول احسن. تمام، هي ساحت اهي تمام بالشكل ده، هسيبها تكمل شوية على بال ما اخفق ده، وبعدين تعالوا بينا الأول نحط البيكنج باودر على الدقيق، ونحط معاه كمان ذرة بسيطة خالص خالص من الملح. هقلبهم مع بعض كويس. دي المواد الجافة اللي عندنا. ونحط الزبدة على الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده، وهننزل بيهم حبه بحبه، ونضرب الخليط بتاعنا كويس قوي، وننزل بالزيت والزبده. يفضل او لازم الزبده تكون سايحه وبدرجه حراره المطبخ. تمام، نضرب كويس الاول هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى اقل سرعه او بالمعلقه هنقلب الدقيق بتاعنا من تحت لفوق، او بالمضرب على اقل سرعه، ونحط حبه بحبه لغايه ما الكيك يتجانس معانا. دي الكيكه بتاعتنا. اول ما بلاقي ان خلاص الدقيق امتزج مع كل المكونات هفصل. تمام، ونلم الجوانب بتاعتنا. فرني شغال على 170، ده ضروري من قبل ما ابدا في عمايل الكيك على طول اولع الفرن بتاعي على 170. كمان القالب اللي هعمله يفضل يكون قالب بايركس، تمام، يكون مدهون زبده ومرشوش بالدقيق بالشكل ده، وننفض اي دقيق زياده. تمام، وادي خليط الكيك بتاعنا اهو زي الفل. يلا هننزله في القالب. تمام، تسلم، يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي خليط الكيك زي ما انتم شايفين نازل قدامنا اهو. عايزين طبقه مش عاليه قوي. تمام، دايما نخلي الكيك القالب يكون على قد يدوبك تلت الصينية، تلت القالب بتاعك، علشان يعلى براحته، وبعدين تقدري تحطي بعد كده بقية مكوناتك بسهولة. خلاص جهزت معانا الكيكة، فرني شغال على 170، هحط على الرف الوسطاني، هتاخد حوالي 30 ل40 دقيقة، هتكون استوت وزي الفل. يلا بينا ندخلها الفرن. وتعالوا بينا نشوف البوريك بتاعنا اخباره ايه. واو، تحفة. بصوا بقى، سهل ولذيذ، اتعمل معانا في ثواني واتحمر، اخد لون هايل جدا. نشوف من تحت كمان الدنيا عامله ازاي. انا عايز اشيل بحاجه، بسم الله الرحمن الرحيم. هايل جدا، بصوا اللون من تحت باين معانا اهو. تمام، زي الفل، استوى وجميل جدا. جبنه ساحت والدنيا جميله خالص، وطري مقرمش من بره وطري من جوه، عامل زي الفطير بالظبط. واحده بس تهدى كده عشان اعرف امسكها وافتحها. نطلع فاصل صغير خالص، نرجع نكمل الكيك ونشوف الدنيا شكلها ايه. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم.
لكم تاني. والكيكه بعد ما بتستوي بتبقى بالشكل ده، شايفين هي دي الكيكه اهو. عايز اقول لكم ان الوش بتاع الكيك دايما بتبقى المسام بتاعته ناعمه جدا، وما بينفعش ان انا اسقي من الناحيه دي خالص، لان اي سوائل هحطها مش هتنزل فيه بسهوله. فهنحتاج ان احنا نقلب الكيكه بتاعتنا. ومعانا سميره مستنيانا من بدري. يا سميره اهلا وسهلا، ازيك؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي، الحمد لله. كل سنة طيبة. وانت طيبة وسعيدة يا قلبي ان شاء الله. ربنا يخليك. الله يكرمك. انا طالبة منك كده قبل كده، قلت لك اعملي لي الفطير المشلتت، ما سألتيش فيا. لا لا ما اقدرش ما اسألش فيكي يا ريهام، من فضلك اكتبي لي الفطير المشلتت ضروري نحطه في السكريبت ان شاء الله. انا عينيا الاثنين ليكي. ميرسي يا سميرة، واسفة جدا لو اتأخرت عليكي. طيب قلبنا الكيك وحطينا الجزء اللي بيبقى على الوش تحت علشان مسامه بتبقى مقفوله شويه، ما ينفعش نسقيه بسهوله. وادي الكيكه من تحت، لو تلاحظوا بصوا هتلاقوا فيها خرام كده، ودي بتبقى جاهزه معانا انها تشرب مننا اي حاجه. كمان ممكن نساعدها شويه ان احنا نعمل باللاستكس الخشب اللي هي بتاعه الشيش، ان احنا نعمل شويه خرام كده، ده هيساعد الكيك شويه ان هي تشرب التشريبة اللي هنعملها النهاردة والصوص اللي احنا هنسقيه بيها النهاردة. تمام كده، الكيكة باردة. تمام، سيبناها بردت خالص. واللبن معايا بقى هو اللي سخن، ادي اللبن سخن خالص يعني دافي نتحمل ان احنا نشربه. وعندي 2 باكت من الكريم كراميل، ونقلب. ده بيخلي طعم الكيك حكاية، الكريم كراميل. تمام، ولما بيبرد كمان بيبقى لذيذ جدا جدا. يبقى احنا حطينا 2 باكت كريم كراميل في كوبايتين من اللبن السخن. تمام، وتعالوا بينا بقى نسقي الكيكه بتاعتنا كويس قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اسقي بقى وما يهمكيش، غرقيها علشان تبقى الكيكه طريه كده ولذيذه جدا. حلوه قوي دي في الاكل، بتبقى رهيبه رهيبه رهيبه، وطعمها حلو جدا وكيكه طريه جدا. طبعا اللبن اللي فيه كريم كراميل وصوص الكراميل كمان اللي احنا هنحطه دلوقتي هيخلوا الكيكه بجد حكايه. تمام، كل ما هتسيبيها هتلاقيها عماله تشرب في الصوص اللي احنا حطيناه، وهيختفي تماما تماما، والكيكه نفسها هتطرى وتبقى في منتهى الجمال. تمام، يلا بينا بقى نحط صوص الكراميل اللي احنا قلنا طريقته من شويه وعملناه من اسبوع كده او اسبوعين مع بعض. هقلبه، هو طبعا بارد دلوقتي، ويلا نحطه على وش الكيك. كل ما الكيكة هتقعد كل ما هتلاقيها شربت، والمفروض ان انا استنى لما تشرب خالص الصوص اللي احنا حطيناه، بس عشان وقتنا بقى فانا هحط الصوص كده ووزعه، وهي كده كده هتشربه. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما قلنا واحنا بنعمل الكيك، حاولي انك انت تخفقي البيض كويس مع السكر، عشان ده اللي هيخلي الكيكه هشه، وكل ما كانت الكيكه هشه اكتر كل ما شربت معاكي اسرع. تمام، وديتك نتيجه افضل. زي الفل، وزعنا صوص الكراميل على الوش. تمام، ونساوي بقى كده. حلو جدا. تمام، يلا بينا بقى نزين بفستق. طبعا تركيا مشهورين جدا بالفستق، وبيستخدمهم الكتير ليه بوفره كده، حتى تلاقوا الحلويات الشرقيه بتاعتهم هايله من كتر لون الخضار بتاع الفستق، مغريه جدا. تمام، يلا بينا نحط على الاطرف كده. دي بقى تتحط في التلاجة وتطلع بقى ساقعة لذيذة جدا جدا.
تحفة بجد، شكلها وطعمها بيبقى لذيذ جدا جدا، وزي ما قلنا الصوص اللي احنا حاطينه كمان بعد ما بيجمد الكريم كراميل اللي احنا حطيناه جواه بيخلي طعم الكيكة بجد في منتهى الجمال. المفرش بتاعنا محطوط، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كانت حلوياتنا النهاردة، وشفتوا النهاردة الوصفات كلها طالعة معانا على الهوا، ما عملناش حاجة مسبقا طبعا غير الكيك لانه بياخد شوية وقت في الفرن. عملنا مع بعض النهاردة كباب اسكندر، وعملنا البوريك بالجبنة، والكيكة الكراميل، كل ده من المطبخ التركي. يا رب تكون الوصفات النهاردة عجبتكم، ويا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم. كنت سعيدة جدا معاكم النهاردة، سعيدة باتصالاتكم. إن شاء الله هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم على بيج البرنامج العزومة مع فاطمة بوحاتي، وعلى البيج بتاعتي فاطمة بوحاتي بالعربي وبالإنجليزي. نفتح واحدة بوريك قبل ما نطلع، يلا. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا التوريقة، وبصوا كأني بالظبط فطير مشلتت. بصوا 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 عامل ازاي، تحفة تحفة تحفة، مورق وطاري من جوه مقرمش من بره، لا بجد وهمي. ان شاء الله هستنى تعليقاتكم على البيج بتاعتي وعلى بيج العزومة. اشوفكم على خير ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.